بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل البرج اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة من بره. ده برج 13 دور بيبص على شارع عرضه 50 متر. هنا كده بقى بيجي لنا شكل المدخل بتاع البرج اهو يا جماعة، ما شاء الله مدخل شيك جدا، كل رخام بالديزاين والديكور الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. دي شكل الجدران بتاعته اهي، رخام ما شاء الله، وشكل السقف برضو اهو جبسن بورد. وبعد كده بعد ما بنطلع الكام سلمة الشيك دول اهو يا جماعة، اجيب لحضراتكم تاني، في عندنا مرايتين اهم على الجدران، وده شكل الجدران الجميل. وهنا كده بيجي لنا الاسانسير بتاع العمارة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. طبعا شقة النهاردة يا جماعة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية. قبل ما ندخل الشقة تعالوا الأول نشوف عداد الكهرباء. ده كده عداد الكهرباء اهو، عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت. عندي برضو فيه باب مصفح، ده الباب المصفح. وده هنا كده اهو يا جماعة برضو عداد الغاز. بكده شفنا المرافق بتاعتها، وعداد المية مشترك مع العمارة. يلا بقى نبدأ نخش برجلين اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 135 متر تحت العجز والزيادة، ثلاث غرف وريسبشن قطعتين، او ياخد كمان معايا ثلاث قطع، ومطبخ واثنين حمام. قبل ما ندخل طبعا الريسبشن بيجي لنا هنا على اليمين الحمام الاولاني اللي هو بتاع الضيوف. ده كده يا جماعة حمام الضيوف اهو. طبعا انت في حمام الضيوف مش محتاج مساحة كبيرة، حمام بس ايه بسيط كده، بيكون جنب الريسبشن خاص بالضيوف اللي عندك، بحيث ان لو عندك ضيف ما يخشش يجرح لك الغرف من جوه. ده كده بقى يا جماعة معايا الريسبشن اهو، دي المساحة بتاعته، وده شكل التشطيب بتاعها. تشطيب الشقة يا جماعة هنقدر نقول تشطيب لوكس، تمام، ولكنه تشطيب حلو ورقيق وجميل. ده كده ريسبشن، عندي ثلاث قطع هنا كده، دي قطعة، وهنا كده دي قطعة تانية، وهنا كده اللي جنب الباب دي القطعة التالتة يا جماعة، عشان برضو الناس تبقى عارفة المساحة بتاعتنا كويس. طبعا عندي هنا كده على اليمين بيجي لي طرقة التوزيع، دي طبعا اللي بتوديني على الغرف والمطبخ والحمام الكبير، هنشوفهم دلوقتي. بس تعالوا الأول نشوف البلكونة ونشوف الفيو من البلكونة. بتبص يا جماعة على شارع عرضه 50 متر. دي كده البلكونة اهي يا جماعة، ودي المساحة بتاعتها ما شاء الله، مساحتها حلوة جدا. وده كده بقى يا جماعة الفيو على شارع 50 متر رئيسي. ده الشارع اهو يا جماعة ال 50 متر. ما شاء الله شارع جميل جدا وواسع. بصوا يا جماعة مفيش حد قدامي، مفيش حد جارحني، بيني وبين الجار اللي هناك ده 50 متر. اهو يا جماعة الشارع اهو واضح قدام حضراتكم. في النص كده كمان في باركن جميل على امتداد الشارع. يعني مش هتحمل هم ركنة العربية ولا حاجة. ده كده يا جماعة الفيو من البلكونة. تعالوا بقى نرجع نكمل بقية الشقة معانا. وطبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده ريسبشن اهو، شفنا ريسبشن وشفنا الحمام الصغير وشفنا الكهرباء وشفنا الغاز. تعالوا بقى نخش على طرقة التوزيع عشان نشوف المطبخ والحمام الكبير والغرف كمان معانا. دي كده يا جماعه طرقه التوزيع اهي. تعالوا نشوف الاول المطبخ. ده كده المطبخ اهو يا جماعه، ما شاء الله المساحه بتاعته جميله، ست البيت تبقى واقفه مرتاحه في مطبخها. اهو يا جماعه المطبخ ما شاء الله واسع ازاي. وبرده المطبخ ده يا جماعه بيبص على منور، وفي نفس الوقت مفيش حد معايا في المنور او مفيش حد جارحني. بصوا يا جماعه اهو الشباك اللي هنا ده اللي على اليمين ده، ده اللي هو بتاع الحمام الصغير اللي بره. يعني مفيش حد، يعني ست البيت برضه تبقى واقفه، مفيش حد ايه شايفها، تبقى واقفه براحتها. وعندي الحوض اهو ما شاء الله بالحله الاستانلس الغاطس دي مع الرخامه، معمول عندي البوتاجاز بيلت ان. ولكن برضه للتوضيح يا جماعه السعر اللي هنقوله دلوقتي لا يشمل معانا العفش، يعني الشقه البيع فقط بدون العفش يا جماعه. بعد ما شفنا كده المطبخ تعالوا بقى نشوف الغرفة الأولى. دي هنا كده الغرفة الأولى أهي، ما شاء الله يا جماعة الشقة مساحتها حلوة جدا، كل حتى الغرف بتاعتها مساحتها مرتاحة برضو. دي كده الغرفة أهي، ودي المساحة بتاعتها ما شاء الله حلوة. الغرفة دي يا جماعة بتبص برضو معايا على نفس الشارع، نفس الشارع اللي هو الخمسين متر، هوريه برضو لحضراتكم.
من الحاجة الجميلة في الشقة هنا إن عندك غرفتين وريسبشن بيبصوا معايا على نفس الشارع اللي هو الخمسين متر يا جماعة. أهو بصوا يا جماعة الفيو ما شاء الله، عندي غرفتين وريسبشن بالبلكونة بيبصوا على الشارع ده يا جماعة. دي كده الغرفة الأولى أهي شفناها، تعالوا بقى نروح نشوف الغرفة التانية. هنا كده بتجيلنا الغرفة التانية بتبص برضو يا جماعة على نفس الشارع. بصوا يا جماعة المساحة بتاعتها ما شاء الله عاملة ازاي، مساحتها حلوة، واخدة برضو غرفة نوم اهي، غرفة نوم كاملة كبيرة. تعالوا اوري لحضراتكم برضو اهو يا جماعة الفيو اهو برضو نفس الشيء اهو، نفس الفيو برضو يا جماعة اهو، شارع عرضه 50 متر، غرفتين وريسبشن بيبصوا على نفس الشارع. تعالوا بقى نروح نشوف برضو الحمام الكبير او الحمام الرئيسي اللي هو بيخدم معايا بقى الغرف. ده هنا كده بقى الحمام الكبير اهو، اهو يا جماعة ده كده الحمام، هنا كده الحوض، ده بيبص على منور، عندي الغاز برضو وصل هنا اهو يا جماعة في الحمام، الغاز وصل هنا في الحمام اهو. دي كده المساحة بتاعت الحمام، وده كده البانيو. تعالوا بقى نروح نشوف الغرفة التالتة. كده شفنا غرفتين وريسبشن والمطبخ الكبير والمطبخ الصغير، تعالوا نشوف الغرفة التالتة. دي بقى كده يا جماعة الغرفة التالتة اهي، دي برضو المساحة بتاعتها اهو، معمول عندي هنا دريسنج في الحيطة. الغرفة دي يا جماعة تعتبر الغرفة الوحيدة اللي على منور، ولكنها بتبص على منورين. هنا كده يا جماعة بتبص على منور اهو، ده كده منور، وهنا كده عندي بتبص على المنور التاني. ودي كده يا جماعة الشقة بتاعت النهاردة. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مرة تانية كده بسرعة. الشقة مساحتها 135 متر تحت العجز والزيادة، 3 غرف وريسبشن 3 قطع ومطبخ و2 حمام. الشقة فيها الريسبشن وغرفتين بيبصوا على الشارع، وغرفة واحدة بس هي اللي بتبص على منور، وبتبص كمان على منورين. الشقة يا جماعة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. الشقة في الدور ال 12، البرج 13 دور وفيه أسانسير. الشقة دي يا جماعة عنوانها جسر السويس النزهة شارع الخمسين. الشقة مطلوب فيها 1,050,000. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.